السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، نتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم حبيت نشارك معكم هذه التحلية التقليدية المغربية اللي ممكن تحضروها في أقل من دقيقتين. هي بالعادة كنحضروها في إناء يعني خاص يكون فيه بالبخار، يعني إناء مكون من قطعتين، لكن ممكن نحضروها بطريقة أسهل وبسيطة عن طريق سلق، وكتحصلوا على نفس النتيجة إن شاء الله، وتزينوها المكسرات وبأي شيء انتم تحبوه، فواكه جافة، وتحصلوا على واحد تحلية روعة لذيذة جدا. ننتقلوا إلى طريقة التحضير. غادي نجيبوا هذا النوع من الشعرية اللي تكون رقيقة جدا، ليس نفس النوع اللي كنحضروا بها الشوربات. كنوضع قليل من الملح وقليل من الزيت النباتي، لكن الكمية اللي راح تكفينا باش نغطيو جميع حبيبات الشعرية بهذا الشكل اللي تشوفوه. لازم ندخلوا الزيت جيدا في هذه الشعرية لكي لا تلتصق من بعد. نكون محضرين واحد الإناء فيه الماء مغلي يعني جدا، ونضع بعد حبات من الزبيب. طبعا كتمشي مع هذا الطبق، ممكن تستغنوا عليه اذا ما حبيتوش، لكن من الاحسن نضيفه. والان راح نضيف الشعرية الى الماء المغلي. ممكن تضيفوا الملح الى الشعرية او الى الماء، يعني على حسب الرغبة. كنحركوها طبعا باستمرار لكي لا تلتصق. غنحسبوا تقريبا دقيقة وثمانين ثانية، يعني أقل من دقيقتين، ونصفيها، حيدوها من الماء، نخليوها تستقطر من الماء جيدا. من بعد راح نحولها إلى إناء آخر. في هذه المرحلة عندكم طبعا لازم نضيف لها قليل من الزبدة والسكر البودرة. أنا راح نضيف لها هذا السكر طبعا اللي ما تكونش فيه سعرات حرارية. ممكن نضيف أيضا الحليب المحلى بدل السكر، وكتعطيها ايضا طعم روعة مميز. انا ما كاش متوفر عندي، واستعملت فقط هذا السكر اللي مثل ما كتشوفوا. ونحاول ندخلوا هذه المكونات مع بعض. انا كنضيف ايضا اذا حبيتوا ما زهر او ما ورد، انا كنضيف هذا السكر مثل فكرة سكر الفانيليا، لكن بنكهة زهرة البرتقال. وانا كنستعمل يدي بصراحه، كنفتح حبيبات الشعريه جيدا. من الاحسن تستخدموا اليد ديالكم وكتتحكموا فيها اكثر، يعني تفتحوها بهذا الشكل، ومثل ما كتشوفوا ماشي معجنه، لا تلتصق ببعضها، والعمليه كانت ناجحه فقط عن طريق السلق. وعند التقديم نزينوها بأي شيء متوفر عندكم، كل ما كثرتوا المكسرات والفواكه الجافة غتحصلوا على طعم مميز أكثر لهذا الطبق. نتمنى تكون عجبتكم فكرة اليوم، وإذا عجبتكم نتمنى نشوف اللايك باش تشجعوني، واللي مازال ما اشترك يشترك باش دائما توصلوا فيديوهات خديجة. أترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.